الموجز الخامسة من التناصح، حياكم الله. أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاك دعم رئيس المجلس فايز السراج لما يعرف باجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، مشددا على أن الاتفاق النهائي للمؤسسة العسكرية يستوجب توضيح وضع السلطة المدنية المتمثلة في القائد الأعلى للجيش وصلاحياته. وأضاف السلاك خلال مؤتمر صحفي الاثنين أن السراج وضع الخطة النهائية الخاصة بالترتيبات الأمنية ودخولها حيز التنفيذ، وذلك من خلال التشاور والتنسيق مع الأطراف كافة. أكدت كتلة الوفاق بالمجلس الأعلى للدولة الاثنين على ضرورة الإسراع في الدفع بعملية إعادة هيكلة السلطة التنفيذية. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث الذي عقدته الكتلة في العاصمة طرابلس للتباحث في مستجدات تعديل رئاسي المقترح. وقال الناطق باسم كتلة الوفاق أبو القاسم قزيط في تصريحات صحفية إنهم اتفقوا على العمل خلال الأيام المقبلة على إعادة طرح ملف المناصب السيادية ضمن جدول أعمال مجلس الدولة، وفي مقدمتها محافظ مصرف ليبيا المركزي. وجاء ذلك بعد الأداء المتعثر والتلكؤ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفق ما ذكر. أفاد عميد بلدية الشرقية محمد العريبي بتجدد الاشتباكات ليلة الأحد بين سرية خالد بن الوليد من جهة ومن وصفها بالمجموعات المسلحة التابعة للمعارضة الإتشادية من جهة أخرى. وقال العريبي في تصريح خاص للتناصح الاثنين إن السرية والكتائب المساندة لها ضيقت الخناق على المجموعات المسلحة وحاصرتها داخل مبنى الشركة الصينية بمنطقة أم الأرانب، نافيا في الوقت ذاته تفاوض سرية خالد بن الوليد مع المجموعات المسلحة. نجا رئيس لجنة قبول الطلبة بمعهد الشرطة بمدينة درنة فرج رزق الحاسي من محاولة اغتيال استهدفته بحي باب طبرق شرقي المدينة. وقال مصدر محلي من المدينة للتناصح أن الحاسي تعرض لمحاولة اغتيال إثر استهدافه بوابل من الرصاص من مجموعة مسلحة قرب مقره، وأشار إلى تعرضه لإصابة في إحدى يديه مع استقرار حالته الصحية. وهذا وتشهد مدينة درنة حالة من الفوضى الأمنية بعد سيطرة ميليشيات الكرامة على أغلب أحيائها مع تواصل العمليات القتالية في أحياء وسط المدينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.